الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عز وجل وباقي للمغرب دقائق، نقف وقفات يسيرة مع كلام الله تبارك وتعالى. وكلام ربنا عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفصل بيننا وبين أهل الشرك وأهل البدع. يعني نحن عندنا معك مشكلة يا درويش يا صوفي، عندنا معك مشكلة في العقيدة، وإنت بتقول إنك مسلم وبتقرأ قرآن، ونحن مسلمين وبنقرأ قرآن. ربنا عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء، ما تكورك، فإن تنازعتم في شيء، اختلفت معانا في حاجة واختلفنا إحنا، شفت تكورك ما بحلك. لو انت اختلفت معانا، الله قال نرجع للقرآن والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. محمد المنتصر اللي زيرك مختلف معانا إنه أبوك الشيخ ده ما بينفع وما بضر، أي ما تفتح بلاغ. الجماعة ديل وقفوهم بالله، ما بقيفوا ديل، إمتى ما بقيف، أقفوهم هنا يا زول، إمتى؟ الناس شفت لو دخلت انا في الوعطه دي، في الوعطه بيجي واحد بتاع سلس، بتاع سلس بيدع القطعه، قول له والله البرع دجال، ده توديه وين؟ تسوي له شنو ده؟ ما بتقيف، الله يهديك يا اقنع 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 بالحجه. تعال نتناقش، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعض ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقول اشهدوا بأنها مسلمون. فهمت؟ تعال عندنا حجة، قرآن كريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، دي غلبتك يا محمد المنتصر، ما بتقدر لها، لأنه ربنا عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دفرتك أي حولية وأي قبة في السودان برا السودان، فهمت؟ القرآن غلبك، فهمت؟ دارت مش تفتح بلا، ها؟ دايما نفس الوهمة بتاعت فرعون، ها؟ قال ذروني اقتل موسى، وانت ماسكك منى يا فرعون، انت محمد المنتظر. اقول لك حاجه، هاي سوق الدراويش جت، تعالوا هنا كلكم، انت مش بالشرطه ابى التقيف، ما عارف بالبلاغات ابى التقيف، باي حاجه ابى التقيف، سوق الدراويش تعالوا، نحن في منهجنا والحمد لله رب العالمين، يدنا دي ما بنمدها لزول، انت الحمد لله ما بنمدها لزول وما بنغلط ندق علينا دول ابدا. انت تكورك برا تخش جوا بطلعوك، انت كلامي بطلعوك، انت لكن ما في زول بدق علينا دول. حصل دقينا صوفي، حصل مشينا طريقه سمانيه ولا غيرها، دقيناهم انت دقينا زول، لا، لكن احنا الحمد لله ما بندق علينا دول، ما بنعتدي، لكن الزول المد يده ان شاء الله ما بترجع، انت ما بترجع. عشان كده احسن لك قران كريم يا ولد. ربنا عز وجل في القران ده قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وربنا تبارك وتعالى قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عندك كلام غير الكلام ده؟ جيبوا يا محمد المنتصر ويا حامد السماني، جيبوا ده قرآن كريم، ما بتقدر ليه يا اخي؟ الله يهديك، انت داير الناس بحركاتك دي، داير الناس يعني تخلي الحلقه وتمشي تبقى صوفيه، والله نبقى فنانين، انت بتاعين واجهني بتحداك، كلمني بالقلتو، مشيت لك مرات بس انت كترتو، احسن من نبقى صوفيه. اوه سخنا خلاص، مع انه الغنى حرام ولا ما حرام؟ الغنى حرام، فهمتني؟ الغنى حرام، لكن ده شرك، فهمت؟ شرك، فرق بين المعصية والكبيرة وفرق بين الشرك. في الشرك الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أنت الشرك ده الله ما بيغفره يا ناس، ما بيغفره، لكن اللي بفهم محمد المنتظر منه شيخ قدامك ناديه، نادي الله يا أخي، الله يهديك، الله ده خلقك ولا خلقك الشيخ؟ هل خلقك منه؟ خلقك الله، دي إبليس عارفة، أبو جهل عارفة، انت انت ما عارف لحد ياسي علامة السودان، انت محمد المنتظر، والله اللي ما فيك يا محمد المنتظر بايتين
نشردك من البلد دي عيتين انت، لانه انت كيسك او راسك فاضي انضف من صحن الصيني بعد غسله بالماء وصابون البودره. ما عندك حاجه يا اخي، في صوفي عنده حاجه؟ دينك كله كواريك ودلوكه وحرتي سرتي، لا هو الفجل لا هو البامبي، مرق بلام دخل بيكي لا هو الحبسي تحت البامبي، باساسين اسى مربي القوم بطاهه تاسى رجال ميمي البرع درسى برقم 70 شغل الهندسه وكلام سيسي. اخونا متابع اقعد متابع، اخونا متابع، اخونا متابع اقعد، فهمت؟ اقعد 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 يا متابع، خليه خليه ما تشتغل به، خليه خليه خليه، اقعد يا اخي اقعد يا متابع يا اخي الله يديك، فهمت؟ اقعد يا متابع اقعد الله يديك اقعد، انت كلامي؟ فربنا تبارك وتعالى اقعد اقعد، الناس مستغلين الحكايه دي يتشاكروا، لا لا اقعد اقعد اقعد، انت ما تشتغل بجوطه يا اخي ما تشتغل بجوطه يا اخوان، اقعد الله يديكم اقعد. في دراويش قاعدين برا حارسين الشغله دي بس رايحين لهم فرصه زي دي عشان واحد يدخل كراعه، ما بتخش والله جد ما بتخش، اقعد خلينا من الجوطه يا اخي اقعد اقعد، مالك ماله يا اخي انت. فربنا تبارك وتعالى قال للعباد يتجهوا له بالعباده، وان اعبدوني هذا صراط مستقيم، ده صراط ربنا تبارك وتعالى مستقيم، وهذا صراط ربك مستقيما، فهمت؟ صراط الله عز وجل واحد، وصراط ربنا تبارك وتعالى ده اللي بيودي الجنة، وطريق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يؤدي بك إلى جنة الخلد، فهمت؟ ده طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، ربنا قال إن تطيعوه تهتدوا، فهمت؟ نحن بنطيع الرسول، وإنت يا درويش بتقول بنطيع الرسول، طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفت نحن كلام الرسول ده فوق راسنا الحمد لله، فهمت؟ والله جد وراجل راجل بيملي عيننا غير النبي عليه الصلاة والسلام، ما في ما في والله، للبرعي للكباشي للصايم ديما للمكاشفي للركيني واحد بيملي عيننا ما في، فهمت كلامي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد مساجد، فهمت؟ النبي قال لعنة الله على اليهود والنصارى، فهمت؟ انت الليلة الحديث ده كيف معك؟ عامل لك قبة، الرسول قال ما يعملوا قبة، معديل كده ما يعملوا قبة، الحديث ده لكن تفهم كيف ما تشتغل به، الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وفي حديث ثاني النبي قال شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، فهمت؟ نحن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده عاجبنا، فهمت كلامي؟ اقعد اقعد يا اخونا اقعد اقعد، فهمت كلامي؟ ما افضل كفرك الله يهديك، فهمت؟ فالناس تفهم الحاصل، الدعوة دي بتمشي ان شاء الله عز وجل، ربنا عز وجل قال فهمت؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المؤمنين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، ربنا تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، ربنا تبارك وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، انت كلامي؟ فالناس تحرص على هذه الحلقات وتحرص على هذه الدعوة، وإن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدعوة منصورة بإذن الله تبارك وتعالى، جزاكم الله خير بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. الناس تقعد تمام.